بيحصل. امبارح معانا سياده العميد سمير راغب رئيس المؤسسه العربيه للتنميه والدراسات الاستراتيجيه. اهلا بيك يا فندم. تحياتي لحضرتك يا استاذ عمرو وفريق العمل الجمهور الكريم، اهلا وسهلا يا فندم. شفت اللوجستيات والطياره والمكان واجهزه المراقبه والطياره المسيره التركيه، وبعدين قالوا ما كانتش تركيه كانت ايرانيه، كل هذه الامور اللي تندرج تحت بند اختصاصك بالامس شفتها ازاي؟ خلينا في البدايه هو كان كونفوي من 3 طائرات، 2 من الحرس الثوري وطائرة الرئيس، كانوا يسيروا والمفروض في الحالة دي بيبقوا على شبكة اتصال بينهم وبين بعض، بالإضافة لأن كله متصل بالتوجيه الاير ترافيك كنترول، فلما تسقط طيارة يقدروا يشوفوها بالعين المجردة. فالمفروض لحظة وفي أحداثيات سقوط الطائرة المفروض اتبلغت من الطائرتين اللي وصلوا على طول، اللي منهم واحدة فيها نائب وزير الخارجية. طيب ده مش محتاج يستنى اكتر من 18 ساعة عشان يعني الخبر، دليل على ان هم عرفوا في هذه اللحظة، عرفوا تفاصيل، وكان الوقت ده كله لما بعد رئيسي، يعني اجراءات دستورية وسياسية. فدي اول ملاحظة. تاني ملاحظة، الطيارة يا اما disintegrated on the air، يعني اتفككت، مش هنقول انفجرت عشان ما تروحش الحتة، يا في الجو يا اما فقدت ارتفاع سواء بهبوط اضطراري او فقد ارتفاع مره واحده واتدمرت على الارض. لو اتفجرت في الجو لازم يكون يا اما انفجرت من الداخل يا اما من الخارج، عشان دي الحاجه الوحيده اللي تمنع الطيار انه يستخدم اكثر من طريقه للاس او اس او للانذار، منها كبس زرار في عصا القياده، يعني ايوه للطائره، يعني مش حتى لو فقد النطق يدوس، حتى ممكن وهو يعني لو بيموت بيدوس غصب عنه على الزرار. يعني الطياره دي فيها زرار لطلب النجده، ده في كل الطيارات، اي طياره قديمه جديده يعني قديمه ده لازم، بالاضافه للندى مع الاير كنترول لازم يقول له بان بان بان، يعني خلاص احنا كده في المرحله الاخيره. ما فيش اي، لم يعلن الجانب الايراني عن تلقي اي رساله. الطائرة لما تسقط الجهاز الترانسبوندر بيرسل الكوردينتس تبعها الاحداثيات، ويفضل لايام، ممكن ايام يرسل، يعني بيبقى في زي بيب كده بيطلع ذبذبات واشارات ينم على مكان الطيارة، وبيبقى في جي بي اس منفصل، يعني هو هيجيب الاحداثي ويبعته لتلتقطه اي طيارة معدية، اي درونز، اي حاجه، لانه ده بيستقبل دولي ما فيهوش اي مشكله. وحتى لو كان المكان ده هو بيقول اتحطمت على 2500 متر، برضو الرقم ده مش واضح، يعني 2500 متر من سطح البحر، طب ده اقل من منسوب الجبل، منسوب الجبل 3707، يعني معنى كده ده لحظه تحطمها بعد الارتطام، لكن المشهد الاصلي فقدت ارتفاعها من كام قدم لكام قدم، المفروض تبقى باينه عند الاير ترافيك كنترول، لازم تبقى باينه عنده فقد ارتفاع قد ايه في وقت قد ايه. طب لو افترضنا ان الديلينج انكسر، بتفضل تلف في دوراني كده، دوراني لغايه حوالين نفسها زي ما بنشوف في الافلام كده. بالظبط، لو فقدت الديل او المروحه الديل يعني حصل فيها عطل، بالاضافه لان السيفيليان غير العسكري، العسكري لو حصل فيها عطل في المحرك بتسقط مره واحده، لكن المدني اولا دي فيها 2 محرك، محرك واحد يكفي انها تكمل رحلتها، محرك واحد فيها دبل توربين انجن، فيها 2 محرك. ولو بطلوا المحركين بتفضل يعني المراوح تلف القصور الذاتي لغايه ما تنزل سنه سنه سنه، ممكن ترتطم، بس بيكون في مراحل للنزول تمكن البايلوت او الكو بايلوت المساعد انه يبعت رساله. يبقى مكان كان المفروض معروف للحرس الثوري الايراني، في شهود عيان في الاخبار الاولى من قرى قالوا احنا شفنا سمعنا انفجار، بعد كده شفنا دخان في موقع سقوط الطائره. طلع رئيس الاركان قال ما حدش يتكلم وما فيش، ما حدش يقول اي اخبار وكلام زي كده. فدي ده كل ده. طب سياده العميد، في حاجه غريبه، هو ليه راكب طياره امريكاني قديمه؟
يعني ما هو ما عندوش ما عندوش طبعا برضو هي لا يعني يعني ما عندوش الكادي ال 52 الطياره الروسي، ما عندوش طياره صيني يعني راكب. لا الكادي 52 ما تنفعش، دي طياره مقاتله زي الاباتشي. يعني ممكن من عائله مي يكون في مجهز رئاسي يعني، لا يعني لكن هي ما عندوش الطياره اي دي طياره يعني، ما فيش غير الطياره اللي عمرها 40 سنه دي، وما عندوش ما فيش غير اتنين منها يعني، هم في اتنين منها، والطياره اصلا بتاعت الهلال الاحمر حتى مش بتاعت الرئاسه. لكن ده في بند الفقر والعقوبات. لا في حاجه غريبه يا زي عمر، ان رغم المنطقه اللي هو اذربيجان الشرقيه وحدود اذربيجان في تواجد للموساد ووجود اسرائيل، الا ان ما فيش مسؤول طلع اتهم طرف ثالث. مع العلم اسرائيل قالت انا ماليش دعوه بالموضوع، رغم ان ما حدش قال لها انت ولا ليكي حد علاقه. جه قرب لها. طب غريبه يعني، طب انت غريبه. هما دايما انت حاسس بايه؟ شايف ايه؟ استنتاجك ايه؟ ده عمل ارهابي، حادث تقني عادي، حادث مدبر داخلي؟ احساسك ايه بكل المعلومات دي؟ اولا الطقس كان على ثلاث طيارات، وبالمناسبه البيل 412 الفيرجن اعلى يعني اللي ركبها الرئيس دي انتاج 79 مش 62، يعني بقى الطيارات اقدم. الطيار المفروض الاكثر كفاءه مع الرئيس طبعا، الاحوال الجويه واحد. الوقود يكفي الطياره تطير 900 كيلو، طارت 52 كيلو. الطياره دي رغم انها قديمه لكن بتعمل في كندا وبتعمل في ايطاليا وبتعمل في دول كثيره حتى في عمليات البحث والانقاذ. يعني موضوع يعني الطياره طياره عافيه يعني، عافيه، لا طياره عافيه بتاعت جبال ومناخ صعب ما دام بتشتغل في الانقاذ. واثنين محرك واربعه المروحه رباعيه مش ثلاثيه. طب برضه سياده عميد شايف ايه يعني استنتاجك ان يعني لما تبص على كل المعلومات بقى اللي بقت متوفره ويمكن هتتوفر معلومات اكتر اليومين الجايين، شايف ايه؟ طيارتين اللي مشيوا رجعوا، والطياره اللي وقعت وقعدنا 18 ساعه على ما اعلنا الخبر، كل هذه الاشياء ممكن يكون ايه الاستنتاج يعني؟ يا اما حاجه من الداخل يعني انقلاب ناعم من الداخل، ففي الحاله دي خلاص مش هنسمع تفاصيله وهينتهي الموضوع. يا اما انا من وجهه نظري ان منطقه حدود اذربيجان ومحافظه اذربيجان الشرقيه شهدت درونز اسرائيلي دخلت ونفذت عمليات من عملاء ومخربين انطلقت من المنطقه دي. الدرونز ممكن تطلع درونز وتطلق صواريخ، يعني دي طياره هليكوبتر في الاخير يعني، ممكن صاروخ صغير او حتى يطلق رصاصي يسقطها يعني. مش لان فكره، انا بستند لفكره ان ما فيش رساله خرجت من الطياره، يعني الطياره دي حصل فيها يعني اصطدام مفاجئ. طبعا بالمناسبه الناس بتتكلم على الطياره قديمه، بس انا هقول معلومه باعتبار ان انا مهندس يعني. الاون بورد اكويبمنت اللي هي التجهيزه اللي هو الافيونكس والنافيجيتورز جي بي اس اجهزه الرؤيه دي بتتحدث يعني، ممكن تبقى الطياره موديلها 40 بس تجيب حاجه بتاعت السنه اللي فاتت. بتتحدث. جهاز منع الارتطام بيركب في الاغلب ما فيش صندوق اسود، اكسسوارات الصندوق يعني. الاسود ده ممكن يركب في سياره يعني، هو بيركب ويتوصل باجهزه القياس ويسجل ويبقى فيه يعني نظام تسجيل لكل العدادات. فازاي الطياره الرئاسيه ما يكونش فيها صندوق اسود، ما يكونش فيها منع ارتطام؟ لان منع الارتطام بيدي رساله للطيار، ولو ما اتصرفش الطيار هو بيرفع الطياره. يعني ما حدش يقنعني ان الطياره فجاه فقدت ارتفاع. فقدت ارتفاع ليه؟ اذا كان اتنين محرك المفروض دي اعلى صيانه في الدنيا. فان الطياره دي يعني حاجه كانت محطوطه عليها وفصلت شيء او عملت شيء ادى الى فقد ارتفاع مفاجئ واصطدامها في المكان اللي هو على ارتفاع 2500 متر. يعني 2500 متر من وجهه نظري دي ما كانتش طايره، دي كده 2500 دي على جبل، لان ارتفاع الجبل المتوسط 3000 متر. يعني انت مش داخل 700. مش داخل عقلك فكره الحادث العرضي؟ مش لا مش 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 بي مش داخل عقلي. وان الجانب الايراني يتعامل مع الموضوع بتسليم شديد، ببرود شديد. احمد جواد ظريف طلع قال امريكا تتحمل، يعني تتحمل، قلت والله يكرمك قول لي، قال لك عشان العقوبات عشان ما عرفناش نجيب طيارات. يعني حتى ما راحش لفكره، بينما امريكا بتقول انا ماليش دعوه واسرائيل بتقول ماليش دعوه. طب ما ايران ما قالتش انكم ليكوا دعوه. بالمناسبه لو كان هذا اسرائيل طرف فيه، ايران لن تعلن، لانها بعد الضربه الاخيره ما عندهاش استعداد تضرب
ضربه مش مستعده تنتقم تاني يعني. ما عندهاش استعداد للريفنج وريتاليشن، ما عندهاش استعداد للقصه دي. وفي طبعا يعني عمليه دستوريه بتتم وانتخابات بتتم. فانا ما يعني ما يعني في ظل حوادث الطيران الكثيره اللي انا تابعتها وخراب ديار بالظبط، بقول لك لا خلاص احنا نعدي الموضوع. وعاده اسرائيل لما تكون مش طرف الموضوع وتقول يا جماعه يعني ما حدش جاب سيرتها وتقول يا جماعه انا ماليش علاقه، كامله وكانت بتعرف مسؤوليتها. لكن اذربيجان مؤكد دي محطه للموساد، مش فكره يعني منطقه ممكن بتقوم بيها بعمليات، لا المنطقه الاقليميه للموساد في اذربيجان، اذربيجان الشرقيه اقرب نقطه اقتراب. ولو سيادتك عمليه الناس الرجال عبال ما تدخل المنطقه خدت يعني 12 ساعه، ال 12 ساعه دي كفيله اللي ضرب صاروخ او طلع درونز يمشي ويسافر ومحدش يجيبه. يعني ما يعني كالعاده وقت خروجه اسهل من وقت دخول بجانب في نقطه في بدايه الاخبار لما طلبت من روسيا الاقمار الصناعيه طياره واقعه ما تجيش بالاقمار الصناعيه، هو على ما يبدو ان طلبت من روسيا تديها لو في اي بيانات على لحظه الانفجار ايه اللي حصل بالاقمار الصناعيه دي، تجيب اقمار صناعيه. اما بخصوص الطائره الدرونز التركي هي اللي عملت ده بالفعل لسبب، طبعا ناس اكيد هتستغرب، ايران عندها درونز بتوصل 2500 كيلو، لا دي درونز تعرضيه بتعمل عمليات هجوميه كاميكازي. الاون بورد اكويبمنت اللي عليها اجهزه الاستشعار والانفراريد والريدرز وقدرتها على التسكت دول في البئر دار ده مش موجوده. زي بالظبط ما ممكن عربيه من مدول ضعيف تسافر تروح اسوان، ممكن عربيه تانية وهي ماشيه فيها طيار الي وفيها بتصور وفيها يعني طبعا. وهكذا يعني. الفكره ان الاون بورد اكويبمنت اللي عند ايران هي مجرد جي بي اس مربوط بجهاز ملاحه بيوديها للنقطه اللي انت محددها، لكن وهي في ماشيه في السكه هي عاميه، ممكن يكون فيها كاميرا عاديه، كاميرا سيرما العاديه، حراريه عاديه وفيجوال عاديه. لكن اللي عند الاتراك، لا الاتراك بصراحه مجرد ما دخلت الطياره اربع ساعات كانت خلصت ورجعت، خلصت ورسمت الهلال والنجمه وهي راجعه والهلال لا ده حقيقه احنا ما نقدرش نقول لا. وبيرقدار اللي هو صاحب البرنامج عديل الرئيس اشرف بنفسه على العمليه وكله قال لك هي جابتها. وبالمناسبه لما كنت بشارك في وقت الحادثه قبل ما تيجي انا عزيت بعد اربع ساعات من الحادثه وقلت ما فيش امل والطياره دي اتدمرت. تاني حاجه قلت طالما في معدن والمعدن ده كان سخن يبقى سهل جدا حراري لو حد طار طبعا يبان المقطع الحراري ويبان المقطع المعدني. دي طياره طولها في حدود 17 متر يعني معدن أكيد. يعني سياده العميد سمير راغب رئيس المؤسسه العربيه للتنميه والدراسات الاستراتيجيه.